طلعوا النايت. اوه ماي جاد يا شباب، نايت كمان اسطوريه مره. تمس طلعوا الاندر بيل، شكلها مره اسطوري. طلعوا الدروع، اوه ماي جاد يا شباب. السلام عليكم شباب، معكم اليوم احمد في فيديو جديد. زي ما شفتوا بالصوره بالعنوان يا شباب، اليوم راح افرجيكم افضل 3 باكات للبي في بي. طبعا هاي الباكات اجتني من مجد، طبعا حتلاقوا الديسكورد حقه بالشاشه. باكات مره اسطوريه، فوالله شكرا لك يا مجد. وياب طبعا قبل ما نبلش بالمقطع، شكرا يا عيال على الدعم في اخر فيديو، وصلنا تقريبا 130 لايك، اشي مرة اسطوري. واللي ما بعرف اخر فيديو كان فيديو جيف اواي، اللي ما شافه راح تطلع لك علامة اي، اشي مرة اسطوري، والجيف اواي في الديسكورد، اوكي؟ فيب، فاللي ما شافه راح طلعت لكم علامة اي، روحوا على الفيديو احضروه وتقدروا تكملوا بعدين هذا الفيديو. طبعا يا عيال كمان قبل ما نبلش، خلينا نوصل على الفيديو هذا 100 لايك يا شباب، اشي مرة اسطوري بيكون. يعني اغلب الفيديوهات اللي قاعد انشرها قاعدة توصل 100 لايك. اوكي، وزي ما انتم شايفين خلينا كمان نبلش بالباك الاول اللي هو هذا. طبعا راح احط لكم كل روابط الباكات بالديسكربشن. في كثير ناس بتقول لي الباكات مش شغاله، اذا في باك من الباكات او رابط باك من الباكات ما اشتغل، حتلاقوا رابط افضل منه في الديسكورد. يعني ادخلوا على الديسكورد ونزلوا الباكات من الديسكورد. يعني اذا روابط الديسكريبشن ما ضبطت، ادخلوا على الديسكورد بتلاقوا روم، ما لازم تسووا اي اشي، تدخلوا على الروم وتنزلوا الباكات. ويب زي ما شايفين هذا هو اول باك، زي الاشي الغريب اللي هو الدايموند باللون الاسود تقريبا جاي والابيض، اشي يعني هيك مرة اسطوري. دايما يا بيكون اسود يا ازرق يا فاشي، المهم اسطوري. الجولد شكله كمان اسطوري، ايمرالد البيت كمان شكله هيك لونه احمر بزيادة. هذا الفرن، البارتكلز نروح لها بعدين. خلينا نروح على الدروع، طلعوا الدروع، او ماي جاد يا شباب. اوكي هنا صاير جليتش، المهم هي دروع الجولد. التشين ما مغيرين عليه كثير، لكن هي كمان الايتمز اشي مرة اسطوري، طلعوا هيك والله اشي اسطوري. ويب نروح على الايتمز، طلعوا الايتمز، طلعوا الاندر بيل شكلها مرة اسطوري. هناك الاسيوف، يب هيك اشي كمان اسطوري. حبيت اجيب يعني اسيوف شوي، شو اسمه، طويلة شوي يعني. طلعوا كيف هي الاسيوف هيك، يعني كمان اسطورية. اوكي بعدين نجيب البوشنات، كمان البوشنات شكلها اسطوري. يعني لما تاخذ بوشن بصير يطلع هي الاشياء، شايفين يعني اشي مره غريب. البو، خلينا نجرب البو، طلعوا البارتيكلز اسطوريه. اوكي السناره، اوكي ما جربت السناره كمان شكلها اسطوري، طلعوا شباب. اوكي وياب هاي الفاير بول، وياب اوكي. طبعا هون الاكل، اوكي يا شباب طبعا زي ما انتم شايفين البارتيكلز زرقاء وسوداء، فاشي كمان اسطوري. هلا اعطى فرجتكم كل اشي. هون الصوف، وخلينا نروح على السكاي. زي ما انتم شايفين هذا الداي وهذا النايت، طلعوا النايت يعني بالليل اشي مرة اسطوري. اوكي يا شباب بس كان هذا الباك الاول، خلينا نروح على الباك الثاني. طبعا يا شباب يمكن ما فرجيت كل انفنتوري، هي شكل الانفنتوري كمان شكلها اسطوري. طبعا هذا الباك الاول يعني ستيل. اوكي شباب رجعنا لكم بالباك الثاني، طبعا هذا الباك مرة اسطوري. بالنسبة يعني للدايموند هيك لونه بيجي بالاحمر، والاروس كمان هيك شكلها مرة كلين، البلوكات كل شيء. ياب هاي البلوكات، خلينا نروح على الدروع، وزي ما شايفين خلينا نفرجي كل الدروع من هون، كمان شكلها اسطوري. ياب وهي الدروع هيك، طلعوا عن جد شكلها اسطوري كايتمز كمان. او ماي جاد يا شباب، سيف الدايموند زي ما شايفين هيك شكله اشي اسطوري. يعني هذا هيك يعني الايتمز عن جد اسطورية. هاي الرود حلو، وهذا البو، هاي كمان بارتيكلز برلون الريد، يعني اشي عن جد اسطوري. هاي الاغراض كمان، البوشينات اعتقد ما في عليها يب، البوشينات يعني كمان اسطورية. نرمي الاغراض هيك، الاكل، وهي يا شباب البارتيكلز باللون الازرق والاحمر، وهيك يعني خلينا نقول زائد تيجي كمان اسطورية. يعني انا عجبتني الصراحة، فيب اوكي. طبعا هاي البلوكات، هاي البد والاغراض، الانفنتوري ما عليها يعني بالسرفايفل ما في عليها تغيير. يب خلينا نروح على السكاي. يب يا شباب زي ما انتم شايفين السكاي باللون الريد سكاي حسيته مرة اسطوري. زي ما شايفين
خلينا هلا نروح على الداي. اوكي زي ما انتم شايفين هاي السكاي بالداي كمان اسطوريه، يعني السكاي بالداي عن جد عن جد اسطوريه، وبالنايت نفس الاشي كمان. فايب اوكي اوكي شباب، بس كان هذا الباك الثاني، انطوني رايكم تحت بالكومنتات. خلينا نروح مع الباك الثالث والاخير. اوكي يا شباب رجعت لكم بالباك الثالث. طبعا زي ما انتم شايفين الباك الثالث شكله مره مره غريب، اشي كمان اسطوري. فياب خلينا نبلش فيه. زي ما شايفين البلوكات، البلوكات دايموند بالازرق، الجولد هيك اصفر فاتح، امرالد جرين، والايرون وايت، حتى الهي مغيرين عليه، حتى الريدستون. خلينا نيجي للدروع. زي ما شايفين هي الدروع كمان شكلها اسطوري مره، او ماي جاد. طبعا اللافا اعتقد بالثلاث باكات كمان نفس الشكل، ما تغير عليها اشي، طلع شكلها عن جد عن جد اسطوري. ايتمز يا شباب زي ما انتم شايفين الايتم طلعوا الدايموند، او ماي جاد الايتم شكلها مره اسطوري. الاسيوف صغيره كمان اشي اسطوري. ياب اوكي خلينا نجيب رود وبو وبوشن. طبعا البوشن ياب يعني البوشن عادي، خلينا نقول حلو. البو طلعوا البارتكلز مره اسطوريه بالجولد، يعني هي اغرب بارتكلز بشوفها. هاي الرود عاديه اعتقد. الاندر بيل بشكلها عادي. الاسيوف زي ما شايفين، خلينا نجيب الستون والايرون، يعني في شكلهم اسطوري مبين. فايب اوكي خلينا نرميهم ونروح على البارتكلز. هاي الفود كمان جولدن ابل شكلها مره اسطوري. اوكي يا شباب نرجع للبارتكلز. زي ما شايفين هاي البارتكلز، بارتكل شكلها مره مره اسطوري، لانه تجي بالاسود وبالجولد كمان. فايب يعني هاي اللون طلع فايب. فطبعا هاي كمان هون الاغراض، الفرن والشو اسمه تشيست والبيت. خلينا نروح هلا على السكاي، وزي ما انتم شايفين هاي هي السكاي شكلها عن جد اسطوري. فايب طلع النايت، او ماي جاد يا شباب نايت كمان اسطوريه مره. اوكي يا شباب بس كان هذا الباك الثالث، انطوني كمان رايكم تحت بالكومنتات كيف بتشوفوا الباك، ورايكم كمان بكل الباكات وبس. اوكي يا شباب بس كان هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، اكتبوا لي رايكم بالكومنتات بالثلاث باكات. وكمان زي ما قلت لكم اذا الروابط ما ضبطت تعالوا على الديسكورد، الروابط حتلاقوها بالديسكورد وبس. خلينا نوصل 100 لايك على الفيديو هذا، نشوفكم بالمقطع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.